الذي تحياه مصر في ظل هذا النظام الباقي، لأنه من يتجرأ على مصر الدولة وعلى مصر الثورة وعلى الشعب المصري لم يعد له شرعية. الشرعية ليست شرعية القاضي في قصر الرئاسة، الشرعية شرعية الرضا الشعبي، شرعية القدرة على إدارة شؤون البلاد حين يصدر قرارا سياديا فيسقطه الشعب المصري تحت أقدامه في مدن القناة فهو لم يعد رئيسا لمصر، حين يخرج على الشرعية الدستورية التي أتت به رئيسا فهو لم يعد رئيسا لمصر، حين يحاط ويده ملوثة بالدماء بميليشيات جماعته التي يستقضي بها فهو لم يعد رئيسا لمصر. نقول لنا ونعلم جيدا ان الشعب المصري لن يرحم من يمسك العصا من المنتصف في اللحظات الفارقه. هناك من لا يتملك الشجاعه كي يعلن موقفا واضحا وصريحا مما يحدث في مصر ويتصور انه بهذا يمكنه ان يناور وان يكون سياسيا. السياسه هي الاختلاف والاتفاق في الوطن، حين يكون الوطن هو المهدد فالخلاف لم يعد سياسيا. وايضا يعني حينما نستلهم ذاكره الوطن وهو عنوان من العناوين الرئيسيه لهذا الاحتشاد الذي ندعو اليه، سنستلهم من ذاكره الوطن ايضا ما قاله ابو الثوار العرب الشيخ المعمم جمال الدين الافغاني. هؤلاء الذين لم يتخذوا من الدين ستارا ولم يتخذوا من الدين تجارة، جمال الدين الافغاني هو الذي قال: ملعون في دين الرحمن من يسجن شعبا، من يخنق فكرا، من يرفع صوتا عشان يعذب الناس، من يسكت رايا، من يبني سجنا، من يرفع ايات الطغيان، ملعون في كل الأديان، من يهدر حق الإنسان حتى لو صلى أو زكى أو أمضى العمر مع القرآن. هذا هو تاريخ الثورات الوطنية، وهذا هو ما نحميه نحن الذين نعرف جيدا قيمة هذا الدين العظيم وقيمة هذا الوطن العظيم وقيمة هذا الشعب العظيم الذي لم يتعلم البعض الدرس. هذا الشعب يصل لكنه لا يموت، وحين يخرج لا يخرجه احد ولا يعود الا منتصرا. هذا هو الشعب المصري الذي نرى شواهده في كل ميادين مصر وفي كل مدن مصر، وهو الوحيد الكفيل باسترداد ثورته التي سلبت منه ووطنه المهدد في امنه وحرياته وفي حقوق شعبه في وطن حر كريم مستقل يحمي ولا يهدد، يطول ولا يبدد، يشد أزر الصديق ويرد كيد العدو. هذا هو الشعب المصري الذي يعرف قدر أبنائه، الذي يحمي من يستحق أن يحمى، وهو الذي يقصي من يستحق.